بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. البقية في حياتك عم نوفل. عم رزق ده كان راجل حتة سكرة وطيب ويستاهل كل خير. أنا معرفش الراجل ده جه الدنيا في إيه وخرج منها ليه. على العموم الله يرحمه. وأنت تعرف الرحمة يا بضاي؟ أيوة. يعني أنت عندك دم؟ أيوة. تقتل الأكيل وتمشي في جنازته؟ ما بلاش طرطشة كلام. إيه؟ هتقتلني زي ما قتلت رزق؟ ما تعقلي جوزك يا طنط عطيات، مش عايزك تعيشي في الدنيا وحيده، مش عايزه يحصل اخوه. معلش ما تاخدش على كلامه يا معلم والنبي، فضفضت حزني يا اخويا، انت عارف قلبه محروق على اخوه. على العموم انا مقدر حرقه قلبه عليكي. ابو ضايع استنى هنا استنى، انت بتعملي ايه يا بنت المجنون؟ انت قتلت ابويا يا كلب يا ابن الكلب. استهدي بالله يا بنت، صلي على النبي. احنا مش قده يا بنت. مش قده ازاي؟ بقيت ابويا يمشي في جلسته. بقول لك ايه، انا ابويا ما خليش رجاله، لكن انا بقى قدامك مين راجل؟ وانا بقى اللي عارف اخد ترويه منك. عماله تلطشي بالكلام، قصدك ايه يا بنت؟ قصدي على رجلك يا اختي يا معلمه، ايدك اليمين اللي عامل نفسه زي الرجاله، مش حد يقدر يقف قدامه. لكن انا بقى اللي هصدر لك وهعرف اجيب دماغك ارضا يا بضا يا كلب. ارض مين يا علمة يا رقاصة بتاعت الكباريهات انت؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا بت؟ بقول لك يا بت، لو ما تلمتيش هتحصلي ابوكي ومش هكلفك حاجة، المعازيم هم والمقرين هم والدفن على حسابي، فاهمة؟ دماغك مين يا وسخ انت؟ وسخ يا بنت اخويا يا بنت الكلب. انت مديناك الحريم يا بضايا؟ جرى ايه يا حلنش يا ابن بيعة الخضار، سخنت ولا ايه؟ انت جبت اكلك مع ابن بيعة الخضار. يظهر ان عم رزق وحشك وعايز تشوفه بسرعة. انت مش ناوي تجيب على البر؟ ده انت هتموت النهارده. جرايات ايه وانت؟ اتكل على الله. يا لهوي لا يا حربي لا، موته يا حربي، ابوس ايدك موته. موته بقى يا اخي وخلصنا منه. نزل المطوى حربي، مش عايز اموت مخنوق. لا يا حربي دم لا. صلاح ايه؟ مش احنا قلنا نستخدم ده ما نستخدمش ده؟ وان ضربت ما تعورش وان عورت ما تقتلش؟ ايه نسيت حرب ولا ايه؟ والله زمان يا صلاح. جدع حربي كنت عايز تقتلني ها؟ طب وديني ومعاه ابو ده ولا كلمة. انت مش شفتيش عمل ايه يا معلم؟ اسكت واسمع يا معلمة. يا معلمة كل اللي عمله ده عشان كلبه وراح ما يموت ولا غرفة ستين داهية. يا زبالة يا معفن يا وسط. بس يا دنيا الشماتة في كل حاجة إلا الموت، محدش علمك ده؟ اسمع يا جدع، انت من النهاردة تلم عزالك وتاخد رجالتك معاك وتسيب المنطقة إلا وحيات ده، وانت عارف انا ما بحلف بده، هقطعك بإيدي دول. كده يا معلمة بعد ما خدمتك السنين دي كلها
قبضايا حبيب قلبك وبترميني عشان مين؟ عشان الكلب ده. انت اللي جبته لنفسك بافعالك. يلا وريني عرض كتافك. باي باي يا برنسيسة. باي باي. وصلوني. اتفضل يا سيدناس. قولي يا عنابو اللي جابك. كنت كملت جميلك يا اخي وريحتنا. رد عليا متر. اكيد انت زين زي ما وصفك حربي بالظبط، متهور ومندفع وقلبك ابيض. مين ده حربي؟ متشكرين يا استاذ. استاذ صلاح بحر المحامي، زميلي في السجن واخويا واستاذي كمان. معلمه انشراح اكبر راس عندنا في المنطقه. اهلا وسهلا بمعلمه انشراح، انا سعيد جدا اني شفتك وتعرفت عليك. انا اسعد يا استاذ صلاح. أنا دلوقتي عرفت مين اللي علمك الألباندا ولا ولك لسانك يا وادي حربي. إنما أنت ما قلتليش عرفت طريق إزاي؟ أنا سألت عنك في الحارة، قالوا إنك هنا في المدافن، قلت ليكون حد يخصك أقف معاك. طول عمرك أصيل وصاحب واجب. بقولك إيه يا حربي؟ ما تيلا بينا كده بربطة المعلم وناخد معانا الأستاذ صلاح، ناكل لقمة في البيت، ليكوا على لحم بطنكم من الصبح. لا ملوش لزوم يا معلم. ما تقول آه، بطل اللي أنت فيه ده. يلا بينا يا رجالة، يلا بينا.